اكد الاردن وفرنسا علي اهميه تعزيز العلاقات الثنائيه في كافه المجالات الاستثماريه والاقتصاديه والتجاريه وذلك خلال فعاليات منتدى رجال الاعمال بين البلدين بمشاركه الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله انسور، وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند على أهمية تشجيع الشركات الفرنسية على القدوم والاستثمار في الأردن لما تملكه من خبرة بكافة المجالات، خصوصاً في مجال حل مشاكل المياه. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله انسور قال إن الأردن يسعى لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية، حيث تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بين الاستثمارات غير العربية في المملكة برأس مال بلغ ملياراً ونصف المليار يورو، خاصة في قطاعات الاتصالات والبترول والمياه والطاقة والبنية التحتية كما وصل عدد الشركات الفرنسية في الأردن إلى 30 شركة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فخوري قال إن الاقتصاد يواجه ضغوطا في ضوء الأزمة السورية باستقباله مليون ومائتين وستة وستين ألف لاجئ سوري يشكلون 14% من إجمالي السكان 92% منهم يقومون بالمدن والقرى و8% في المخيمات رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد قال إن القطاع الخاص يتطلع إلى تشجيع الصادرات الأردنية للدخول إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية والحصول على الدعم الفرنسي لتسريع المفاوضات المتعلقة بتسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي